وأدعو الله تبارك وتعالى لي ولكم ولجميع إخواني الذين يقومون بتوعيتي وترشيدي الإخوان الدين الحق الشيخ عثمان الشيخ والصادق أبو زيد وغيرهم من الإخوان الذين سيدي فاداتي وكذلك غيرهم من الإخوان الذين لا أقدر أن أذكرهم. الحمد لله يسرني حينما أسمع أنهم يقومون دورة هنا وهناك وحتى في شمال فرنسا وجنوب فرنسا وفي خارج فرنسا، فالحمد لله الذي وفقهم والحمد لله الذي جعلني أن أحبهم كثير وأدعو لهم، وإن لم أقدر أن أشترك دائما في بعض هذه الأمور. فدعواتي لكم جميعا وخاصة الإخوة الذين نظموا هذا المجلس لتوعية الناس والشباب، فأذكر الشباب دائما أن يخاف الله عز وجل في أرواح الناس وفي أعراضهم وفي الهجر أيضا الذي هو كثر الآن بدون سبب، كما تعلمون أنه لا يحل هجر المسلم فوق ثلاث. فلذلك نرجو من الله تبارك وتعالى أن يرجعوا إذا رأوا في أحد شكا في مسألة أو في أي مسألة يرجعوا إلى الإخوان الذين هم الحمد لله أهل العلم هناك وفوق كل ذي علم عليم، إن لم يعلموهم فسوف يتصلون بالعلماء إن شاء الله ويؤتونكم الحكم العام، ولا تتسرعوا أبدا من عند أنفسكم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.